العربي. المشهد كمان اللي انتشر بشكل كبير مشهد الكابتن محمد أبو تريكة، والحقيقة علينا ان احنا نتوقف يا جماعة عند نقطة معينة. يعني ما احنا لازم نتباهى ونفخر بالكابتن محمد أبو تريكة دون البحث في انتمائه الفكري. أنا أكون ضد أبو تريكة لو سلك سلوكا يخالف القانون، إنما الحقيقة مش هحاسبه على انتمائه الفكري أو العاطفي، وعلينا أن احنا نعتز ونفخر به. الناس ليه غاضبة من أنه أمير دولة الكويت الشيخ صباح قابل وطلب مقابلة أبو تريكة في الصورة اللي هنشوفها على الشاشة؟ الصورة دي احتلت تعليقات كثيرة تم تداولها وانتشرت بشكل كبير، كلها بتتحدث عن اللقاء يعني. وطبعا الكويت احتفت بالكابتن محمد أبو تريكة، احنا شايفين اي مشاهد بالفيديو، هي عندنا صوت وصورة نشوفها نسمعها.